يعني يمكن احكي لك هاي الحادثه مال لما صار الانشقاق. كل حزب عنده 3-4 اشخاص شقاوات يدافعون عن الحزب وكذا ويهوبرون. هم عندهم صدام كافي. واحنا عندنا كان واحد اسمه حسين هزبر على اساس يهوبر وهذه ما ادري شنو. صدام تابعه بسياره الفوكس واجن، تابعه بسيارته وطارده مطارده لحق عليه على الجسر ببغداد على الجسر المعلق، وصار قدامه وقف ونزل نزله من هذا، قال له اذا ما تصير ادمي ضربه براسه هنا جراحه بشعب المسدس. هذا شقاوه على اساس احنا مأمنين انه شقاوتنا وعلى اساس هو يعني ضربه براسه وجرحها، قال له مره ثانيه اعبيك رصاص يلا نزله من هذا، قال له اذا ما تصير ادمي ضربه براسه هنا جرحه بشعب المسدس. هذا شقاوه على اساس احنا مأمنين انه شقاوتنا وعلى اساس هو يعني ضربه براسه وجرحها، قال له مره ثانيه اعبيك رصاص يلا ضربه براسه وجرحها، قال له مره ثانيه اعبيك رصاص يلا